مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. دايما بنقول الوصول للقمة صعب، لكن الحفاظ على القمة وعلى النجاح أصعب. النادي الأهلي 113 سنة محافظ على النجاح، فيهم بطولات أكبر من عدد السنين دي. النادي الأهلي منظومة كلنا بنفخر بالانتماء ليها، كلنا بنفخر ان احنا بننتمي للمؤسسه وللكيان العظيم ده. خليني اقول لحضراتكم، النادي الاهلي بيتفوق على ارسنال الانجليزي، ليل الفرنسي، سبورتنج لشبونه البرتغالي، والكثير من الانديه العالميه، وده وفقا لموقع داتابيز فوتبول داتابيز اللي بيقول ان النادي الاهلي في المركز 38 عالميا، وطبعا الاول افريقيا وعربيا في التصنيف العالمي. بيتفوق على أندية كتير عالمية، وهو ده النادي الأهلي، ولسه المزيد من الإنجازات. خلاص احنا قلنا راحة سلبية 48 ساعة، وبكرة إن شاء الله الفريق هيرجع للتدريبات. ومن الأخبار المفرحة بالنسبة لنا إن إليو ديانج هيكون في التدريبات بعد التعافي من فيروس كورونا، ودي حاجة طبعا مفرحة جدا لجماهير الأهلي، وكمان وليد سليمان اللي غادر المستشفى الحمد لله، وإن شاء الله يقترب شفائه التام من فيروس كورونا.